الحوكمة جزء لا يتجزأ من كيان الشركات، وانطلاقاً مع رؤية 2030 اللي تهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة وتحفيز الاستثمار فيها، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار مبادرة مؤشر حوكمة الشركات اللي تهدف إلى قياس مدى كفاءة وفاعلية حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي. قامت جامعة الفيصل بتبني المبادرة إيماناً بأهميتها، وأسست مركز مستقل مخصص للدراسات والأبحاث النوعية في هذا المجال، وعلى رأسها تحديد المؤشر وبشكل سنوي. ويعتبر المركز بمثابة حلقة وصل ضرورية، ولأبحاث في الحوكمة تأثيراً فعالاً للمساهمة في زيادة الوعي بثقافة الحوكمة الرشيدة وتعزيز تطبيق أفضل السياسات والممارسات في حوكمة الشركات.